سمت. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نعم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان ليس غفورا رحيما سميعا عليما. إن الله كان عزيزا حكيما. الله. عزيزا قويا مسيطرا على خلقه. نعم. حكيما لا يظلم أحدا. هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر هو خاتم الكتب التي من عند رب تبشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام مع برنامج أنزله بعلمي. الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث في علوم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم صاحب أكبر موقع للإعجاز العلمي يرتاد هذا الموقع آلاف من المتابعين وكان سببا في هداية الكثيرين. هذا الموقع المترجم بتسع لغات وفيه برنامج لإحصاء القرآن هو أكبر برنامج لإحصاء كلمات القرآن الكريم. وهذا الباحث الكريم الذي نستضيفه اليوم وعلى مدار الحلقات سبحان الله أكرمه الله تبارك وتعالى بتأليف 40 مؤلف حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي. نرحب بكم دكتور عبد الدائم الكحيل في هذا اللقاء الجميل. بارك الله بكم وأهلا وسهلا وجزاكم عنا كل خير. بارك الله فيك. لنبدأ حلقتنا دكتور عن يعني خليفة الله في الأرض ألا وهو الإنسان. ويتعجب أحدنا عندما يقرأ الآيات القرآنية ويجد فيها الإشارات العجيبة إلى علوم معينة طبية نفسية فيزيائية. يعني الآية الكريمة بدلناهم جلودا، هذه الآية نقف أمامها حقيقة متعجبين. ما السر الإلهي الإعجازي العلمي في هذه الكلمات المعدودة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أولا جزاكم الله كل خير وجزا كل من ساهم ويساهم في هذا العمل النافع إن شاء الله. آمين. القرآن الكريم هو كتاب العجائب والأسرار، كتاب المعجزات التي تبهر القلوب والعقول وتدهش الأفئدة. نعم. لأنه يحوي علوم الكون، فخالق الكون هو منزل القرآن، وضع في هذا الكتاب العظيم أسرار لا يعلمها إلا الله، ولكننا نكتشف شيئا من شذرات إعجاز هذا الكتاب الكريم. نعم. القرآن الكريم يتميز أنه يخلو من أي تناقض أو اختلاف. جميل. وهذا ما أمرنا به القرآن أن نصل إلى هذه النتيجة. جميل. الكتاب الوحيد في الكون الذي يأمرك أن تدرسه دراسة تدبرية تفصيلية مقارنة هو القرآن، كما قال تعالى الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله أكبر.
إذن الإسلام مبني على العقل والمنطق والتحليل العلمي. جميل. فإذا تعاملت مع القرآن من هذا المنطلق سوف تصل إلى هذه العجائب. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يصف عذاب أولئك المشككين وأولئك الكافرين بأنهم خالدين في جهنم. نعم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. آيات كثيرة بهذا. كيف لهذا الجلد إذا احترق وزال أن يعود؟ وكيف سيستمر العذاب؟ سبحان الله. لذلك ما هي الآلية لاستمرار العذاب؟ الجلد ليس كله فيه مراكز إحساس عذاب. سبحان الله. إنما هناك 7 طبقات للجلد. وفي تحت الطبقة 3 والـ4 هناك أعصاب مسؤولة عن الإحساس بالحرارة والألم. يمكن أن نرى إذا أحببت بالصور وتشريح الجلد وطبقات الجلد وهذه النهايات العصبية التي تنقل الإحساس باتجاه الدماغ. سبحان الله. وماذا يحدث أثناء احتراق الجلد أو الإحساس بالعذاب؟ سبحان الله. هذه هي طبقات الجلد من الأعلى إلى الأسفل. وهنا نرى أمامنا هذه الأعصاب باللون الأزرق والأحمر، وأعصاب مسؤولة عن نقل الإحساس بالحرارة باتجاه الدماغ. لذلك عندما تلامس شيئا حارا مباشرة تخرج إشارات عصبية تنتقل من عن طريق هذه الخلايا باتجاه ماذا؟ باتجاه الدماغ، فيعطي الدماغ أمرا للجلد ولليد أمرا ميكانيكيا لترفع يدك وتبتعد عن الأذى بمقاييس تقدر بالميلي الثانية، أجزاء من الألف من الثانية. الدماغ يتعامل هكذا. وبالتالي هذه الأعصاب ما الذي يحدث لها إذا احترق الجلد؟ هناك أنواع للاحتراق، احتراق من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، من الدرجة الثالثة، 4. الله أكبر. وكل نوع يحرق طبقات معينة. لا يختفي الإحساس بالحرارة إلا إذا حرقت هذه الطبقات 7 ثم جعلت هذا الجلد يغلي حتى تذوب هذه الأعصاب ويختفي الألم. سبحان الله. إذن نحن أمام حقيقة علمية، نقول إن الجلد إذا احترق بالكامل، احتراق يسمى الاحتراق الكامل للجلد. أيوة. فإن هذه النهايات العصبية والأعصاب تحترق، ولكن ماذا؟ يختفي الإحساس بالحرارة. فإذا قربت مصدرا حراريا لا يشعر به الإنسان. عندما يعود الجلد وينمو، تنمو هذه النهايات العصبية وتتبدل وتعود لتشعر بالحرارة والألم والعذاب من جديد. بدأت أشعر أنا بالإعجاز. نعم. أكمل دكتور. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبرك، يخبر كل إنسان مشكك لا يؤمن بهذا القرآن. نعم. يقول له حقيقة سوف تواجهه يوم القيامة. سنت. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نعم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان ليس غفورا رحيما سميعا عليما إن الله كان عزيزا حكيما. الله. عزيزا قويا مسيطرا على خلقه. نعم. حكيما لا يظلم أحدا. نعم. بل هم لأنفسهم يظلمون. نعم. طيب هنا نحن أمام كلمة أو آية لا يوجد فيها احتراق، والعلم يقول لا يزول الألم إلا بالاحتراق. صحيح. ما هو الحل؟ نعم. القرآن دقيق علميا. صحيح. ويمكن لأي مشكك أن يشكك بهذا المعنى ويقول يعني لماذا لم يذكر الاحتراق. نعم. الاحتراق أو أنواع حريق الجلد له أنواع، الدرجة الأولى والثانية والثالثة لا تؤثر على كثيرا
على الألم، مراكز الإحساس. نعم. يعني وحتى الدرجة الرابعة أحيانا تبقى بعض الأعصاب تعمل، سبحان الله، ولكن لا تختفي هذه الأعصاب إلا إذا نضج الجلد كما ينضج الطعام. عجيب. لذلك القرآن لم يقل احترقت، قال كلما نضجت جلودهم. دقيق، يعني ما 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 يلفت إليه النظر أثناء القراءة إلا إذا جاء العلم وتكلم. لذلك تجد يعني أن 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 الحروق السطحية أحيانا تكون أكثر ألما من الحروق العميقة جدا. نعم، سبحان وبالتالي الله. أيها الإنسان فكر، الله سبحانه وتعالى خلق لك كل هذا الكون وكل هذه الحقائق لتعود إلى الله. نعم. ولا تواجه هذا المصير. وبالتالي نقول من أنبأك يا محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحقيقة؟ من أنبأه بوجود مراكز الإحساس بالألم في طبقات الجلد وأنها تختفي إذا نضج الجلد، ولا بد من تبديل الجلد ليستمر العذاب؟ الله أكبر، إنه الله سبحانه وتعالى. فتح الله عليك دكتور في هذه المعلومة القيمة. أحبتي الكرام، كما قال الله تبارك وتعالى بعد سبحان الله هذه الآيات التي سمعناها وهذا الإعجاز العلمي، قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم آمين. أنزله بعلمه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي الكرام، كم من أناس يعيشون في بيوت فارهة ولكنهم يشتكون ضيق الصدر، يشتكون عدم الرضا وعدم الراحة. وكم من أناس يعيشون في بيوت فقيرة جدا وعائلة كبيرة في غرفة أو غرفتين، ولكنهم يشعرون بانشراح الصدر والراحة النفسية. الله تبارك وتعالى أشار إلى تلك الحقيقة في كتابه العزيز، حقيقة من شرحت صدورهم، فقال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، ونطق بها موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري. وحقيقة من ضاقت صدورهم لابتعادهم عن طريق الله. تعالوا أحبتي الكرام نعيش مع هذا المعنى الذي صوره القرآن الكريم، ونسأل فيه ضيفنا دكتور عبد الدائم الكحيل مجددا، نعود ونرحب بكم. هذه الله. الآية الكريمة التي تتحدث عن ضيق الصدور وربطها بالإعجاز العلمي كأنما يصعد في السماء، نريد أن ننهل من علمكم ونتعمق في هذه المعاني الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة القرآن الكريم فعلا عجيب جدا، حتى على مستوى الشدة والفتحة والضمة هناك إعجاز أيضا سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الإنسان لم يكن يستطيع أن يصعد لارتفاعات عالية في الماضي، ولكن في العصر الحديث اخترع المركبات والطائرات وتمكن من الصعود. صحيح. ما الذي يحدث بالضبط؟ هناك غلاف جوي للأرض بحدود 100 كيلومتر أو أقل، كلما صعدت فيه للأعلى تتناقص نسبة الأكسجين، سبحان الله، ويتناقص الضغط الجوي أيضا، تصل إلى حدود يضيق صدرك جدا. لماذا؟ لأن الصدر في الوضع الطبيعي، يعني نحن الآن هنا يوجد ضغط جوي محدد في هذا المكان، الرئتين ممتلئتين بالهواء، وهناك كمية هواء تبقى دائما موجودة. جميل. لا تستطيع إخراج كل الهواء، يبقى كمية دائما موجودة. سبحان الله. هذا الصدر يتأثر بالضغط المحيط به، الضغط الجو أو ضغط الهواء، فكلما صعدت للأعلى ما الذي يحدث؟ تتناقص نسبة الأكسجين، يقل الضغط الجوي. ما الذي يحدث عندما ينخفض الضغط الجوي؟ يسحب هذا الهواء من الصدر، من الرئتين. الله أكبر. مثل شفاط. سبحانك رب. وبالتالي حجم الصدر يصبح
صغيرا ضيقا الدقة العلمية. نعم الصدر كله ينضغط. ينضغط سبحان نعم. الله. لأنك يعني أخرجت هذا الهواء في الداخل الذي هو تعود على ضغط معين. سبحان الله. سبحان الله. وبالتالي عندما يبلغ إلى حدود معينة بعد ارتفاعات معينة يستمر هذا الضيق حتى يختنق ويموت. يمكن أن نرى إذا أحببت يعني شيء بعض عملي الفيديوهات وبعض كده. الحقائق العلمية حول هذا الموضوع، ثم نعرض الإشارة القرآنية الدقيقة والرائعة جدا في هذا المجال. الله أكبر. فهذه الأرض كما نعلم كلما صعدنا فيها للأعلى وارتفعنا فإنك تصل إلى ارتفاعات يتقل فيها نسبة الأكسجين باستمرار حتى تصل إلى رؤوس الجبال مثل جبال الهيمالايا مثلا التي صعدها بعض الناس ولم يكن لديهم أنابيب أكسجين يحملونها معهم، وقد حدثت بعض الوفيات، أناس ماتوا بسبب عدم وجود هذا الأكسجين، ومنهم من اختنق بسبب الضغط الجوي المنخفض. هذه هنا ارتفاعات، الارتفاعات التي تبلغها هذه الجبال، وكيف أن هناك مثل يعني بعض من صعدوا الجبال قد عانوا من هذا الضيق وعثر عليهم أموات. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. لذلك يعني هذه نتحدث عنها كحقيقة علمية وليست مجرد نظريات، حقيقة علمية يقينية. عملية الصعود إلى الجبال عملية شاقة جدا. نعم. وصعبة. وعملية الصعود حتى إلى السماء سواء بالمراكب الفضائية أو بالطائرات عملية تكلف الكثير من الطاقة. لماذا؟ لأن قوى الجاذبية الأرضية شديدة جدا فتشد. وكلما صعدت تزداد هذه القوى. ده صحيح. وبالتالي أنت لا تصعد صعودا إنما تصعد صعودا مضاعفا كل عدة أمتار، يجب أن تزيد القوة التي في مقاومة شديدة بسبب جاذبية الأرض. فأنت لا تصعد إنما تصعد. نعم. لغة لذلك عجيب. الله ماذا قال؟ ومن يرد أن يضله سبحان الله يجعل صدره ضيقا حرجا. يا الله. كأنما يصعد في السماء. لم يقل يصعد إنما قال كأنما يصعد في السماء. إذن كيف علم حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يصعد في الفضاء يضيق صدره أولا، وكيف علم أن من يصعد يمكن أن يصل إلى درجة حرجة تسمى الحدود الحرجة لتحمل الإنسان حيث يضيق الصدر كثيرا ويموت بعدها اختناقا اختناق قلة الأكسجين نعم. وكيف علم بأن عملية الصعود صعبة جدا وتتطلب مضاعفة الطاقة كل مسافة معينة ليعبر عنها بالتشديد يصعد وليس يصعد. نعم نعم. صعوبة الصعود الشدة أعطت معنى أكبر من يصعد. نعم. إذن نحن أمام آية قرآنية محكمة سبحان الله. ثابتة تتحدث عن حقيقة علمية سبحان الله. وبالتالي ما الذي أستنتجه أنا كقارئ لهذه الآية ومتأمل لحقائق العلم؟ أقول إن هذه الحقيقة لم تكن معلومة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية وردت في سورة الأنعام السورة المكية حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام منشغلاً بالدعوة إلى الله. نعم. توحيد. لم يكن متفرغا لدراسة الكون ودراسة الجبال ودراسة الصدر ودراسة نسبة الأكسجين والجاذبية الأرضية. سبحان الله. من أين يأتي وما الذي يدعوه للحديث عن حقيقة علمية وكونية مثل هذه يخاطب بها أناسا ربما لم يفهموا المدلول العلمي لها؟ سوف تنكشف هذه المعجزة فقط في العصر الحديث لنكتشفها نحن اليوم، فتكون دليلا لكل مشكك على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون مصدره محمد صلى الله عليه وسلم، إنما مصدره خالق الكون تبارك وتعالى.
فتح الله عليك دكتور على هذا الإدلاء وهذه القيم العلمية التي ترسخ الإيمان في القلوب. أحبة الكرام، صدق الله الكريم وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق فيما بلغ عن رب العزة. ويذكرنا هذا الحديث والآيات الكريمة التي تبين إعجاز القرآن بقول الحق تبارك وتعالى عن كتابه العزيز: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا. قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا. ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.